بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صدق وعده وألهم الإنسان هديه ورشده وأمره أن يوفي بعقده ويلتزم شرف كلمته وعهده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الوفاء من شيم المتقين وخلقا رفيعا من أخلاق المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوفى الخلق بالوعود والذمم وأشكرهم للإحسان والنعم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صفوة الأمم وعلى أتباعه ما خط في فصل الوفاء قلم وما تحدث بمحاسنه لسان وفم. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان الوفاء. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد. حضور الكرام، معنا خلال هذه الندوة العلمية التثقيفية من علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بجامعة الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ومعنا من علماء ومشايخ وأئمة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ ربيع اللبيدي مسؤول المتابعة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة النزهة، والدكتور أحمد عالم الدين مفتش المساجد وإمام المسجد فضيلة الشيخ مبروك عبد الله. معنا قارئا فضيلة الشيخ عبد المطلب البودي. الحضور الكرام، خير استهلال أطيب الذكر وأفضله القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من الشيخ عبد المطلب البودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من يقاتلون ويقتلون وعداً
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يشربون من كأس كان.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة بعنوان خلق الوفاء. استمعنا إلى هذه التلاوة من الشيخ عبد المطلب البودي. الحضور الكرام، يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الوفاء طريق الأنبياء، قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. الوفاء خلق المؤمنين المتقين، يقول سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من روضة القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وسيد رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالشكر موصول لوزارة الأوقاف على هذه الندوات الطيبة في المحافل العلمية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نسأل الله تعالى أن نكون منهم وأن نكون ممن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى. لازلنا في الأيام الطيبة المباركة
شهر الله تعالى المحرم، هو ما يستحب فيه الصيام الوردة في الحديث الشريف: صم من الحرم واترك. وأحسنت وزارة الأوقاف أيضا باختيار يعني معلم من معالم الإسلام، يعني خلق الإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالوفاء من مكارم الأخلاق، وهو مما استقرت عليه الشرائع السماوية واتفقت عليه. ذلك أن الله تعالى قد كرم الإنسان وجعله مكرما خليفة له في أرضه، خلقه في أحسن تقويم، يعني خلق آدم عليه السلام على مراحل كما نعلم، تكريما لآدم عليه السلام، تكريما وتعظيما لشأنه، وحتى تعرف الملائكة دوره ورسالته، وأيضا رسالتهم، رسالة الملائكة مع أبينا آدم وذريته. فهذا يدل على أن المولى سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، إنما خلقنا لغاية، حيث يقول تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ونعلم كيف اعترضت الملائكة، أو يعني استفسرت من المولى سبحانه وتعالى، وبين المولى لهم بالدليل العملي كيف عقدوا عن مسميات الأسماء، وآدم عليه السلام أخبرهم بمسميات الأسماء، فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلم. وبعد ذلك عرفنا ماذا حدث في جنة التدريب، الجنة التي يعني أباح الله تعالى لأبينا آدم ومؤمنة حواء أن يأكل منها رغدا، وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أكلت بعد أن وسوس الشيطان وزين بحياله وألاعيبه، ومن ألاعيبه يعني هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقسمهما: إني لكما لمن الناصحين. لأن يعني وفي النهاية المولى يريد لنا أن يبين لنا ما حدث لأبينا آدم عليه السلام قبل أن يعصمه، قبل أن يعصمه. هذا هو الإنسان الذي يعني يعيش في هذه الأرض وهناك العدو: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. هذا يدل على أن يعني الإنسان فينا قد كرم بهذا العهد، يعني الرسل توالت من لدن أبينا آدم عليه السلام، المنهج أنزل الله تعالى على أبينا آدم عليه السلام، ثم على المرسلين جميعا إلى أن ختمت المناهج بالقرآن الكريم، وختمت الرسائل برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبات واضحا أن الإنسان مكلف أن يسير على هذا المنهج وأن يوفي بهذا المنهج، طالما أن المولى سبحانه وتعالى قد أكرمنا وخلقنا لغاية، وأباح لنا أن نأكل ما نشاء وأن نعمر هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذه الرسالة العظيمة التي سخر الله تعالى لنا هذه النجوم، هذه الكواكب، الشمس والقمر، الليل، النهار، البحار، الأنهار، النبات، الجماد، الحيوان، الطيور، سبحان الله، كل هذه الأكوان المسبحة مسخرة للإنسان. فأيها الإنسان، ما عليك الآن إلا أن يعني تلتزم بهذا المنهج، وهو القرآن الكريم المصدق لما في الكتب السماوية السابقة والمهيمن على ما فيه. وهذه الرسالة يعني مكارم الأخلاق مما اتفقت يعني الشرائع السماوية عليها، يعني الصدق، الأمانة، يعني البر بالوالدين، الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. يعني حينما استمعنا إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، لأن هذه الدنيا لا تعمر إلا بالعقود. حينما أذهب إلى السوبر ماركت وأعطيه مثلا مبلغ وأعطيني كذا، تفضل
ويقبل الثمن، هذا عقد، عقد بيع تام، إيجاب وقبول في يعني في دقائق تمت الصفقة. لما ندرس لأولادنا في الكلية عقد البيع، عقد البيع وأركان وشروطه ويعني فسخ العقد في فصل دراسي كامل، فصل دراسي كامل عشان يعرف عقد البيع يعني، يعني عقد يعني ايه، وإيجاب القبول يعني ايه، وشرط العقد ايه، وشرط المعقود عليه ايه. كطالب متخصص هيطلع يتخرج قاضي ولا محكم ولا يعني وكيل نيابة ولا محامي ولا كعقد فقط، انما لا، شوف شوف الإعجاز، اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عهد، مجرد العهد بس خلاص. يبقى سيدنا الرسول شوف يعني حينما يعني في صلح حديبية يعني خلاص يعني جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا، شأنه شأن أي عربي في الجزيرة العربية، من حقه أن يعتمر أن يذهب إلى مكة، وقد رأى صلى الله عليه وسلم الرؤيا، وبعد ذلك صدته قريش، صدته قريش، ويعني قالوا اعتقدوا أنه إذا دخل هذا العام ستعير مكة ظن. وأرسل سيدنا يعني أرسل سيدنا الرسول سيدنا عثمان ليتفاوض معهم وليخبرهم أنه ما جاء إلا لأداء العمر، ولكنهم أصروا على أن يعني يعودوا هذا العام ويعودوا يعني بعد عام آخر، عام القادم، وفي شكل معين وفي مدة معينة يعني تفرغ لهم مكة 3 أيام إلى آخره. المهم سهيل بن عمرو كان هو الذي يعني مفاوض الصلح مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من شروط الصلح التعسفية كما نعلم أنهم إذا يعني جاء رجل قد أسلم وذهب إلى المدينة يرده صلى الله عليه وسلم، وبالعكس يعني لو أن رجلا يعني يعني من عند سيدنا الرسول يعني مسلم وجاء إلى مكة لا يرده، فهذا يدل على فطنته صلى الله عليه وسلم. يعني وقبل هذا سيدنا عمر كما نعلم يعني كيف يا رسول الله لما نرى الدنيا في ديننا، يعني لسنا على الحق وهؤلاء على الباطل، كيف ذلك؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يعني يقول إلزم غرزة إنه رسول الله. المهم أنه بعدما تم هذا الجو والقبول والصحيفة خلاص تم الاتفاق بين الطرفين، جاء أبو جنة ابن سهيل بن عمرو، وطبعا طبعا يعني والده سهيل بن عمرو يعني عنفه كيف يعني يدخل الإسلام وأنت يعني مكي وأنت قريش وهؤلاء أعداؤنا إلى آخره، إنما أصر على يريد أن يلتحق بالمسلمين. فسيدنا الرسول قال له خلاص العهد تم، وارجع اصبر واحتسب، وسيجعل الله لك المستضعفين جميعا يعني فرجا ومخرجا. أوفى بالعهد، أوفى بالعهد، يعني في مسائل كثيرة فعلا سيدنا الرسول يوفي بالعهد ويأمرهم أنهم يصبروا ويحتسبوا، وربنا طبعا يجعل لهم فرجا ومخرجا ونوفي لهم بالعهد، وربنا يعني يتولى يعني الفرج والمخرج لهم. يعني هذا يدل على ان الوفاء يعني شيمه من شيم المسلمين، لانهم لهم منهج، لهم رب يرعاهم، يعني يعلمون جيدا ان الوفاء بالعهد هو ميثاق، الميثاق والحياه ما هي الا ميثاق. والله تعالى يقول واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، إلى آخره. هذا يدل على أن هذا العهد الذي أخذ علينا ونحن في عالم الذر هو الفطرة، هي الفطرة، وإلا لما دخل أحد الإسلام يعني هذا المشرك هذا الملحد الذي نراه عدو المسلمين، وساعة أن تشرئب يعني بعض الفطرة يدخل دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من بقايا الفطرة. فهذا العهد الذي أخذه الله تعالى علينا هو الأصل في الالتزام بأداء الأمانات وبأداء المواثيق والعهود. وبعد ذلك يعني حينما نقول والله الوفاء بالأب داخل البر معنا، إعطاء حقوق المواريث للأولاد والبنات وعدم التفرقة بين أفراد العائلة الواحدة داخل معانا برضو الآيات، الآيات الكريمة اللي هي تبين خطورة بقى التعدي على حدود الله والعذاب المهين والعياذ بالله
الذي توعد الله تعالى به، يعني من لم يوفي يعني داخل معنا في الوفاء. حينما أظلم زوجتي ويعني وأكون ناشزا لها وأنا أمام الناس رجل ممسالي وكذا وكذا، وأنا يعني المرء سبحانه وتعالى ونسي أن الله كان رقيبا علي، يعني أول سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا يدل على أن نسيت العهد، نسيت قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. يعني هذا يدل على أن الوفاء بالعهد يعني معي في الشارع، معي في السوق، معي في المنزل، معي في الخلوة مع صديق، ما التناجي بين اثنين، معي في أمراض القلب والعياذ بالله. لماذا أحقد على فلان؟ لماذا يعني أحسد فلانا؟ لماذا يعني أغيظ؟ لماذا العجب والكبرياء؟ يعني لماذا العجب والكبرياء؟ نسيت العهد، نسيت أني يعني مخلوق وأني كلنا أولاد تسعة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسيت التواضع، نسيت يعني سيدنا رسول الله القدوة كيف كان حاله، كان يجلس حيث انتهى به المجلس، لا يعرف من هو رسول الله. إذا جاء رجل غريب لا يعرف يعني من هو رسول الله. يعني لنا في سيدنا الرسول القدوة الصالحة. يعني قرأنا يعني الآية الكريمة: سيدنا إسماعيل لو كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. يعني أخلاق المرسلين تدل على أننا ينبغي أن نقتدي أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فهذا يدل على أن الوفاء يعني ينبغي أن نسعد. وإبراهيم الذي وفي، يعني سيدنا إبراهيم أمر الله تعالى أن يظهر القواعد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني يرفع القواعد. كان بإمكانه أن يرفع بناء الكعبة إلى يعني فوق يعني قدر ما تطول يداه، ولكنه طلب حجرا ووقف على هذا الحجر وأعلى مقام. يعني هذا يدل على تعظيم، تعظيم يعني كيف وفى إبراهيم عليه السلام أداء بقى أمور الفطرة وأمور التشريع كلها وقدر استطاعته. فهذا يدل على أن الوفاء معلم من معالم الشريعة، معلم. ولن تجد هذا الوفاء إلا في القرآن الكريم وإلا في السنة الشريفة وإلا في سيرته صلى الله عليه وسلم وإلا في سيرة أصحابه. يعني انظر إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله: وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء مال البحرين أعطوك كذا وكذا وكذا. وعلى ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ولم يجئ مال البحرين. ثم جاء بعد ذلك سيدنا أبو بكر أرسل مناديا ينادي: من كان له وعدة أو دين على رسول الله فليأتنا فليأتنا. وبعدين جاء سيدنا جابر حث له حثواء يعني قدر ما كان إيه العدة، وفاء، يعلمون قدر الوفاء. يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سوارة كسرى، احنا عارفين الهجرة وظروف الهجرة، وبعدين سيدنا عرفنا بقى دروس الهجرة الكثيرة، وبعدين طبعا عرفنا طبعا يعني ما حدث من الصحابي اللي هو طبعا يعني معروف قصته. وبعدين طبعا ماذا بك يا الصحابي اسمه يا سراق، سراق بن مالك، ما ذلك يعني قد لبست سوارة كسرى، سوارة كسرى، كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز لم يصدق، لأن ده اللي هو رئيس العالم في هذا الوقت. لا، إنما إنباء غيبي، إنباء غيبي من رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإنباءات الغيبية كثيرة ويعجز عنها الجميع، إنباءاته وسسان الغيبية كما في القرآن الكريم إنباءات غيبية كثيرة تبشر بمستقبل أيام. ما توفي صلى الله عليه وسلم ولا زال كسرى موجود، توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا زالت دولة الفرس العظيمة موجودة وكسرى موجود. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه فتحت فارس، فتحت فارس وجاءت الغنائم إلى أمير المؤمنين عمر، فوفى يعني أين سراقة وألبسه سوارة إيه؟ سوارة كسرى. وفاء بالعهد. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد حدث ما حدث، ما
من بعض المسلمين الذين ارتدوا وقالوا يعني منعوا الزكاة، وقالوا كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي خلاص. الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وما بعده ومن بعده يعني خلاص لا يحل محله في هذا، فهموا خطأ. ولكن انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى وإلى صلابته، وما كنا نعرف قدره من قوله صلى الله عليه وسلم لو ودنا إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. هنا يعني كبار الصحابة ومنه عمر رضي الله تعالى عنه لما صمم على قتلهم قال كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من منع عقال بعير، لو منعوني منع عقال بعير أو عناق بعير جدي صغير لقاتلتهم على منه. وبعد ذلك سيدنا الرسول كما نعلم قد جهز جيشا، لأن الروم بتغير على القبائل العربية عندنا، جهز جيشا لأسامة رضي الله تعالى عنه. وكبار الصحابة يقولون ما في داعي لهذا الجيش أن يسير، لأن العرب ارتد من ارتد المسلمين لابد القوة الدينية تكون موجود معنا. قال لا والله لا أفك عقدة عقدها رسول الله. وفى بما عقد عليه رسول الله. وفعلا كان جيش أسامة حينما سار في القبائل كانت له هيبة وعظمة، ومن العوامل الهامة التي يعني استقرت الدولة الإسلامية بسبب تجيش هذا الجيش وتسييره. فلو نظرنا إلى وفاء الصحابة إلى رسول الله وإلى وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالصحابة بالأنصار بالمهاجرين والإحسان إليهم وتوصية المسلمين جميعا بالأنصار، يعني نعلم أن الأنصار لهم فضل كبير الذين آووا ونصروا. انظر إلى الأنصار حينما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والغنائم كثيرة منأت الوادي، ووضع ووزع صلى الله وسلم هذه الأغنام الكثيرة والغنائم الكثيرة على يعني من يرى أنهم ضعفة وأنهم من المؤلفة ويريد أن يؤلف قلوبهم. لم يعطي كبار الصحابة ولا أحد من أقربائه، وإنما يعني عنين بن حصن أو مثلا يعني أبو سفيان أو كذا أو كذا ممن يعني يأمل فيهم الخير وتقوى بهم الأمة الإسلامية. ولكن الأنصار وجدوا في أنفسهم شيء، يعني نحن الذين قتلنا وآوينا ونصرنا وكذا وكذا وكذا. وبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فطنته وإلى حكمته صلى الله عليه وسلم. فطلب أن يجتمع الأنصار فقط في مكان واحد لا يعني يخالطهم أحد، وبين لهم الناس يذهبون يعني بالشاة والبعير، الشاة يعني هو يؤلف هذه القلوب، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم مكسب كبير، المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار ودع الأنصار. ولو كنت يعني مبين يعني لو قلتم يعني أنني جئت إليكم مثلا طريضا فآوتوني أو كذا أو كذا لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، بين يعني فضل الأنصار على الأمة الإسلامية وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخضلت لحاهم، بكوا جميعا، قالوا يعني رضينا برسول الله، رضينا بالله وبرسوله. وهذا يدل على إيه؟ يدل على أن رسول الله يعلم فضل الأنصار ولهم حق علينا، ويعني جبر بخاطرهم وفي نفس الوقت وفى لهم حقهم، لأن حقهم كبير على الأمة الإسلامية، حقهم كبير على الأمة الإسلامية. فهذا يدل على أن الوفاء خلق إسلامي أصيل، ينبغي أن نعلم أن الوفاء للوالد، الوفاء للكبير، الوفاء لأهل العلم، الوفاء لأهل الفضل في كل ميدان من ميادينه ينبغي أن نقف عنده بأدب واحترام، وهذا من الشرع الشريف. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزام، الأستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة
ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي تحت عنوان خلق الوفاء. الوفاء مطلوب مع الله سبحانه وتعالى، الوفاء مطلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوفاء مطلوب بين الناس جميعا في معاملاتهم، الوفاء مطلوب بين الزوج والزوجة والأباء والأبناء، بل إن الوفاء خلق أمر به ديننا حتى مع المشركين. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا نريد المدينة فأخذنا المشركون فقالوا: تريدون محمدا؟ قالوا: ما نريده. قالوا: بل نريد المدينة. فأخذوا علينا العهد والميثاق لننصرفن ولا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرف، نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسني القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أثمن هذه الأسابيع المباركة التي أحيت القلوب والنفوس برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف، عندما نقف عند قول الله تعالى: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحياة تطلق على الطعام والشراب، ولكن قبل الطعام والشراب أن تحيا العقول وأن تحيا النفوس. ثانيا: الحديث بعد علم من أعلام الدعوة والعلم والشريعة، فإنه أمر في غاية الصعوبة أن نتحدث بعد أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامن. وتزداد الصعوبة عندما نتحدث وأمامنا أعلام الدعوة ورجال الدعوة ومن يعيشون على الميدان يحفظون على الناس عقولهم ويبينون لهم الحقائق ويدفعوا الشبهات، فيكون الحديث أصعب عندما أتحدث بين أيديهم. ولكن بعون من الله عز وجل أريد أن أؤصل لقواعد قد تغيب عن بعض العامة وليس على العلماء الأجلاء. القاعدة الأولى: مكارم الأخلاق لابد أن يفهم الناس أن المعاني في الإسلام واسعة وليست ضيقة. حرص الناس في الأزمنة المتأخرة أن يحصروا المعاني الواسعة في زاوية ضيقة، إما لجهل وإما لعدم فهم وإما لتحلل من الانضباط الشرعي الذي إن قام به الإنسان أحيا الله له الدنيا والآخرة. فإن ذكرت كلمة الوفاء على مسامع الناس فإنها لا تقع على مسامعهم إلا إذا أخذ لابد أن يوفي بعطاء فيرد ما أخذه مرة ثانية، مع أن الوفاء لو تم تأصيله في الشرع الحنيف لرجعنا إلى قاعدة خلق الله الكون عليها، وهي قاعدة الحقوق والواجبات. فلا يوجد حق على الإطلاق إلا لابد أن يسبقه واجب. لا تطالب بحق دون أن تؤدي واجب. أنت تريد من الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الخير وأن يشفيك وأن يعافيك، وأنك إذا دعوته أجاب، وأنك إذا لجأت إليه أعطاك. لابد أولاً أن تحقق واجبك الذي أوجبه الله عليك. والأمثلة في القرآن الكريم كثيرة، ولكن سأتوقف مع آية لها دلالة على هذا المعنى. يريد المسلمون أن يعيشون في أمن وأمان، وكلما دعوا الله عز وجل استجاب لهم، وأن تكون لهم كلمة مسموعة. إذا أردت هذا الحق وهو حق لك، أدي ووفي الواجب الذي أوجبه الله عليك. يقول الله لنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من الذي وعد؟ الله. ووعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا حقك أوجبه الله على نفسه بنفسه، ولكن الحق الذي عليك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكأنك تريد من الله عز وجل أن يوفي، ومن أوفى بعهده من الله الله سيوفي عهده، بشرط أن تؤدي أنت الواجب الذي أوجبه الله عليك. وقس على ذلك، لماذا حصرت الوفاء في زاوية ضيقة؟ انظر إلى الأصمعي عندما يتوسع في معنى الوفاء، يقول لنا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه، فكأنه جعل كل أمر في حياتك لا بد أن يكون فيه واجب أوجبه الله. وفاء كما وضح أستاذنا الجليل، أين وفاؤك مع الله؟ أين وفاؤك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك؟ تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون في حضرته وعلى حوضه، وأن تشرب من حوضه شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا؟ أين أنت من رسول الله؟ أين أنت من أوامره؟ أين أنت من نواهيه؟ أين أنت من سيرته؟ أين أنت من غزواته؟ أين أنت من أخلاقه؟ أين أنت من آدابه؟ وسر على ذلك. يغفل الناس، ونحن نعيش في المجتمع ومشايخنا يعيش مع الناس، يغفل الناس عن معنى وصل الأرحام على حقيقته. يريد من الوصل أن من يصلني أصله، ومن يتصل أتصل به. من الذي قال ذلك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الوفاء في وصل الأرحام، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطع وصل. والمشاكل الاجتماعية التي نراها ونعيش معها ليل نهار، ما سببها الأساسي؟ إن شخص الداء تشخيصا صحيحا، استطعت أن تعطي دواء ناجعا، دواء صحيحا. لو طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. في شريعتنا الإسلامية يعقد النكاح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويشهد أمام الجميع أنه سيكون باراً بزوجته، وأنه سيكون صالحاً، وأنه راعياً لها، وأنه سيؤدي أماناتها، وأنه سيكون مكان أبيها وأمها وأخيها وأختها، وهي تشهد بذلك. وبعد الزواج ننزل إلى أرض الواقع، أين الوفاء بهذا العهد الذي تعهدت به ليس أمام البشر؟ الناس يتحللون من وعود البشر، أما عهد الله، أما ما أخذته على عهدك مع الله، ينبغي عليك ألا تتحلل منه إطلاقا. وإذا أردت أن أوسع المعاني، أعود إلى العهود الذي عقدها الله دون دخل من البشر. الله عز وجل عقد عقودا لا دخل للبشر، ولا يجوز لأحد من البشر أن ينفضها ولا أن يردها. استمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد العلاقة بين المسلمين في أدنى الأرض وأقصاها: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. من الذي عقد هذا العقد؟ الله. هل يجوز لأحد أن يقول: سأتحلل من عهد الله، لن أوفي بعهد الله؟ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخفر الله في ذمته، لا تخون الله في ذمته. وبالتالي إذا أدرك الزوج أن معاملة الزوجة بالحسنى ومعاملتها بحقوقها ورعايتها ليس وفاء مع البشر، وإنما وفاء مع رب البشر، وأن المرأة إذا أحسنت في معاملة زوجها وأدت ما عليها وصانت بيتها وصانت زوجها، فإنها لا توفي مع البشر،
وإنما توفي مع رب البشر. لو أن العلاقات أدرك الناس أنها قائمة على أن الذي يرعاها هو الله، وأن الذي يحاسب عليها هو الله، وأن الناظر إليها هو الله، وأن الذي سيجازي على ما قدمت لا تنتظر جزاء من البشر، وإنما تعامل مع رب البشر جل وعلا، ولا تفعل قاعدة العوام السفهاء: إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا يقولون أسأنا، ولكن شريعتنا الغراء: إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أحسننا. لأن الأصل أن تأخذ المسيء إلى إحسانك، لا أن يأخذك المسيء إلى إساءتك فتصير مسيئا مثله. وأختم بحديث لو طبق في حياتنا ما رأينا خلافا على الإطلاق، وما رأينا نزاعا ولا شقاقا على الإطلاق. حصر الناس الأحاديث في معاني ضيقة مع أنها واسعة تشمل كل شيء. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرجو أن نقف مع هذا الحديث مليا. الله يخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يكون الناس أوفياء معك فأوفي أنت بعهدك. إذا أردت أن لا تسمع كلمة فاحشة فلا تسمع الناس كلاما فاحشة. إذا أردت أن لا يظلمك أحد فلا تظلم أحدا. إن أردت أن لا يأخذ أحد حقا منك فلا تأخذ حقا. فكر في أنك إن أحببت الخير للناس تحب لهم كما تحب لنفسك. اجعلوا مكارم الأخلاق هي العنوان، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولو أن الوقت يتسع لذكرنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع أعدائه، مع أصحابه، مع الصغار، مع الكبار، مع الكون كله. ولن تفتح القلوب قبل العقول إلا بمكارم الأخلاق. قل ما شئت، وإذا نزل الناس على أرض الواقع ولم يجدوا أخلاقاً من المتكلم وأخلاقاً على أرض الواقع، فمهما تكلم ستحرس في أرض جافة لن تنبت على الإطلاق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم مكارم الأخلاق، وأن يجعلنا من أحسن الأخلاق، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقياً ولا محروماً. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة. والآن نرفع وكف الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا صلاة الله يا ربي ذي الجلال.
تسليم من المولى القديم على طه المكمل ذي الكمال له ويختطف الفؤاد بلا اختلال يلوح النور من وضح الجبين كحيل الطرف من غير اكتحال منير الخد ما أبهى ضياءه متوج بالمهابة والجلال كريم الكف كريم الكف أجود من سحاب سريع في العطاء وفي النوال له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال وفوق المرسلين رفعت قدرا وكملك المهيمن وخير من يهدي الأنام محمد يا رحمة الرحمن للدنيا وفي الأخرى السلام يا سعد عين قد رأتك وحظ قلب فيك وسل المشاهد للدعية ومن تشدق بالكلام أقسمت بالله العظيم وكعبة البيت الحرام والحجر والمسعى والزمزم والقواعد والمقام ما مثل وجهك نور شمس لا ولا بدر التمام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله.
الله بدران، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي عقد تحت عنوان خلق الوفاء. نتوجه بالشكر إلى علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق بكلية الشريعة والقانون بطنطا بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وإلى علماء وأئمة وزارة الأوقاف، وإلى قارئنا الشيخ عبد المطلب البهدي والمبتهل الشيخ عبد الله بدران. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.